أهلا بكم محبي مسلسل أمينة حاف، إليكم توقعات الحلقة الثامنة من مسلسل أمينة حاف. شاهدنا في آخر مشهد من الحلقة السابقة بأن أمينة تفجر حسن في سيارته. أتوقع أن أمينة تحلم بأنها تحرق حسن أو تخطط كيف ستتخلص من حسن. نعم، أمينة ستنجح وتتخلص من حسن طليقها وتأخذ لها شريحة تساعد أمينة وتخرج جزء من المال والذهب. سنشهد لقاء حصة وعبد الله في الحلقة القادمة. أتوقع أن حصة عندما ترى عبد الله سترفض، ولكنها والدتها ستعاملها بعنف وتجعلها توافق. أما عن صديقة منيرة، بدأت تنفذ خطتها لتكسب عبد بدر كزوج لها، ونرى صراع كبير في بيت فارس بين الضرائر. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو.